اقلب القدرة على فمها تطلع البت لامها. المثل ده بيتقال عندنا كتير جدا وفي مواقف كتيرة جدا، بس كان في بقى كذا حكاية بتقول ايه اصل المثل دوت. اول حكاية ان كان في ست كبيرة عندها بنت صغيرة بنتها، وكانت عايزة تعرف ايه هو مستقبل بنتها اللي جاي قبل ما تتجوز بفترة صغيرة. قامت واخدة البنت وراح العرافة، عرافة زي دجالة كده من اللي بيقرد طالع بالحصى وبالجرة، والجرة دي عاملة زي القلة والرمل. قامت العرافة حط الحصى والرمل جوه الجرة وقعدت ترجها، راحت قلباها على فمها او على بقها يعني، راح طلع من الجرة ديت حجر كبير وحجر صغير. قامت العرافة قالت للست الحجر الكبير ده انتي والصغير ده بنتك، معناه ان بنتك هتطلع زيك، ولودة يعني بتخلف كتير وودودة بتحب الناس والناس بيحبوها. وقالت بعدها جملة اقلب الجرة على فمها تطلع البنت لامها. الحكاية التانية بقى ان كان زمان لما كانت ست مثلا تبقى في البلكونة او تبقى فوق السطوح ما كانتش بتنادي على اسم بنتها علشان الناس اللي في الشارع ما تسمعش اسمها او ما تعرفوش، فكانت بتجيب زي حلة او حاجة مجوفة من جوه وتحطها قدامها وكانت بتنده على بنتها من خلالها، فاللي كان من بره بيسمع الاسم مشوش فما بيبقاش عارف الاسم بالظبط، تقوم البنت تسمع امها تقوم طلع لها. فهنا بقى قصدهم تطلع البنت لامها ان هي تطلع لها المكان اللي هي فيه، مش تطلع لها في الصفات والشكل. الحكاية التالتة بقى كان في راجل بياع فول وكانت مراته بتنزل تساعده في الشغل، فكان في مرة كانت شايلاله قدرة الفول، فوهي ماشية راحت وقعت القدرة منها اتكسرت. الراجل اتخانق معاها وقعد يزعق ومشاها، جه في مرة بعدها اخد بنته ومشاها جنبه وشايلها برضو قدرة الفول، فالبنت وهي ماشية قامت القدرة وقعت منها واتكسرت. قام الراجل قعد يتخانق ويزعق، راح قايل اقلب القدرة على فمها طلعت البنت لامها. ومن ساعتها بقى ابتدى المثل او الحادثه دي ان هي تنتشر والناس بقوا يقولوها كتير جدا.